كل سنة طبعاً بنشارك في مؤتمر الجمعية السعودية. من أول ما بدي المؤتمر من حوالي يعني ممكن 30 سنة إلى الآن، وإحنا شغالين يعني مع الجمعية السعودية وبنشارك في المؤتمر. طبعاً واضح تماماً التطور اللي بيصير سنة بعد سنة في المؤتمر، والمؤتمر هذا يعتبر من أهم المؤتمرات اللي بتصير في السعودية، بل هو أهمها على الإطلاق، يعني لأنه بيكون فيه تجمع كل الشركات الـ يعني اللوكال وشركات انترناشونال أيضا بيجوا على السعودية. بالنسبة للسنة هاي طبعا واضح تماما التطور، حتى في التنظيم، التطور حتى في أعداد الناس، حتى الهيلبينج للناس أو المساعدة من قبل الشركة المنظمة كان السنة هاي بشكل مميز. يعني طبعا اللي بنطمح له دائما اللي هو الثبات على الشيء، على التميز في الشراكة مع الجمعية أو الشركة يعني اللي هي المنظمة، بالإضافة إلى أنه يعني دائما نكون من حسن إلى أحسن ونتطور. وشكرا لكم.